السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم كاملين. شكرا لكم كاملين على السبورت، شكرا لكم كاملين على الميساج. كنقرا لي ميساج ديالكم كاملين، اللي في فيديو كامل اللي سبقوا، على السبورت ديالكم، على التشجيعات ديالكم، الاشتراكات ديالكم كاملين. البيف اللي ناض عرفتوا غير نوض، عطنا الضجة، عطنا الصداع، عطنا القربالة اللي كما شفتوا الرياكشن الفايت على علي صامد اللي كلاجا في مستر كريزي. ومستر كريزي اليوم كيرد عليه بواحد التراك، واحد التراك اللي العنوان ديالو موناليزا. كما تعرفوا مستر كريزي اللي هو عثمان، كنظن عثمان عتيق، يا عتيق، كان بزاد في كازا، كبر في كازا، بدا الموسيقى في 2006. اول البوم ديالو خرجو في 2015. هادشي تنعرف على الاخر من لي تراك ديالو، ماشي مشكل، عقليه محبسه، والو الى اخره. اليوم كنشوفو التراك اللي البيف ديالو مع علي صامد، طنجاوي ساكن في نيدرلاند. شنو بغا يقول مستر كريزي؟ مو العنوان اللي هو موناليزا. اوكي، سو الخوت اللي في البوم كنظن الكاشو 15، هذا ليريكس فيديو، يعني فيديو بليريكس ديالو بكلمات ديال تراك. سو تراك فيه 3 دقائق و 4 ثواني، ما نعرفش ما غادي يكون، مي نتمنى وكن عرفنا مستر كريزي يجيب جديد، يجيب جديد. تحية الشواقة كاملين، تفضل عليكم بس اغريسيف خوت. واقيلا التراك غادي يكون فيه تيغومو، يعني شي كلمات اللي هو الراب معروفه، الراب خص تكون، ما خص تكون عندك مشكل، ما تخسر الهضره، ما يكونش عندك شي حاجه. هذه الموسيقى ديال الزنقه. سو الخوت، الا كنتو مع العائله ديالكم ولا شي حاجه ديال الكيت، ولا بعد على الناس الصغار ما يتفرجوش، الناس الدراري صغار ما يتفرجوش لهاد الرياكشن هادي. سو بان لي من الاول عطيه القاعه صح. انا كنت منتظر هادشي، هذا انا نتسناهاش شنو غادي يقول في الاول، غادي نحبسو. سو الخوت نكملو الرياكشن ديالو، قال له نشوفو شنو قال له بلاتي. نضرب مخ بالبنزو بشينسو، هذاك البنشو، هذا المنشار ديال الخشب. غنطح موكي زيزو كيما غنطح هذاك، المهم بلان في راسكم اخوت. واش لاباس واش طايزين؟ قلت القطع اللي قد عجبني، تيقول شي كلمة هكا وتيقول لك كويك 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 سخون. كان لازم بنت على هاد القضية ديال الشعر، ما قالوا له القضيه ديال البلاد. الاخو قال له انا عايش في اوروبا، هذا رد عليه قال لي انا واخا عندي فيزا فضت نبقى في البلاد، مع العلم ان البلاد راكم عارفين الخوت،
امل مقطوعات قليله يعني كي نقولوا انسى بدا المستقبل ديالو يزيد لقدام صعيب شويه، ومع ذلك بقى في البلاد بقى يعني بقى في هذاك الوسط، مع العلم ان عنده يمكن يعيش في دوله اوروبيه ولا امريكا ولا المهم عنده فيزا يخرج برا. مش ما كاينش الريزو عند مستر كريزي بخلاف ديالو البيف ديالو في شكل التراك ديالو في شكل بخلال علي صامد، علي صامد تكلين هذا خرج لي الجافة. باغي ندير التعدد كلمة الأخرى اللي معاك شي واحد حطه في ليست نوار هو وعلي صامد، هو داك خينا اللي معاه حطه زي ما قال لهم انتوما في ليست نوار انتوما الأعداء ديالي كما تعرفوا يعني في المغرب ما تيكونش، ولكن في خير يعني بخلاف يعني في دولة بحال أمريكا ولا راه تيوصل القضية ديال القتيل، راه تي شي رابور تيكسر رابور على ود المشاكل بحال هكا، ما تيبقاش في هذاك المشكل ديال في المغرب ما عندناش القضية دي. تراك 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 ديال كريزي هذا خد الرأي ديالكم قولوا لي في الكومنتير، انا الرأي ديالي باين نشر شمو عطانا شي قلب خونا هذا ما يصلحش يدي صراحه كلاش يجي حد بعده منه عطيه في التيسع هذا ما كان الخوت، والرأي ديالكم كامل كتهمني كتبوا لي في الكومنتير شنو قال لكم في الرياكشن شي حاجه اللي بغيتو نهضر عليها في فيديوهات من خلال يعني من ابار الرياكشن شي موضوع بغيتو نهضروا عليه في حياه امريكا شي حاجه في اسئله كتطرحوا بالكم شي حاجه ما تعرفوها على هنايا قولوا لي في الكومنتير عجبك الفيديو دير لايك سبسكرايب لاشين شنو اخر شير ويدي فاملي هذا ما كان خوتي.